السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا خدتك آخر اتصال عشان أنت عمال تتصل بقالك كم ساعة أنت بتتصل؟ أنا طبعاً أستاذ مصطفى، أنا كلمتك قبل شوي، قلت لك أنا أخوك محمد وعودت الاتصال لسبب معين وألحيت على الاتصال. يعني أنت اللي كنت متصل، أنت اللي من أفغانستان مواليد الكويت؟ نعم نعم نعم. ينفع كذا؟ يعني أنا عمال أقول مين اللي عمال يتصل ده وعمال يلح في الاتصال. مزعجنا. يلا خش قول اللي أنت عاوزه. الله يحفظك. أنا سمعت الشباب وسمعت الكلام، كنت تكلمت عن موضوع أوكراني، ففي موضوع مهم جدا أنا شاهد عيان عليه لواحد يقرب لي في ألمانيا. هو كان لاجئ راح لألمانيا، وأنا أحب أني الكل يسمع هذه القصة. يعني في قصص كثيرة أنت يعني أستاذ مصطفى جزاك الله خير يعني مشكورا حكيتها، فحبيت أني أنا أحكي هذه القصة. احكي. هذا الشخص هو أخو زوجة عمي، هذا أخوه. هذا كان، تخيل يا أستاذ مصطفى وأستاذ المستمعين، يعني إن هذا كان من قرية في أفغانستان، ورجل مسكين وعادي راح عبر الحدود طريق التهريب إلى إيران، ومن إيران إلى تركيا، ومن تركيا مثل ما أنت عارف القصة إلى أن وصل إلى ألمانيا. طبعا الرجل هذا هو زوجته وخمسة من عياله وصلوا إلى ألمانيا. بعد فترة طبعا هم دخلوهم إلى التعليم إنهم يدرسونهم في ألمانيا. أنا ما رحت ألمانيا والدول الغربية هذا حتى، بس لكن كما نعلم إحنا دخلوهم إلى التعليم إنهم يتعلموا اللغة ويتعلموا الأمور الحياتية في ألمانيا. دورات للإندماج والقصص هذه. نعم بالضبط. طبعا ايش اللي حصل استاذ مصطفى؟ تخيل بعد فتره بسيطه، طبعا الرجل ويا زوجته ويا خمس اطفال، وطبعا نركز انه هو كان من قريه، ورجل يعني من قريه يعني فلاح. يعني ما مش انه هو رجل متنور او قاعد في المدينه او انه حتى اللي قاعدين في المدينه على فكره بالمناسبه عندهم نخوه يعني وغيره، خلي بالك. ها انتبه. طبعا طبعا يعني احنا نقول على الكل على راسنا، بس احنا مثل ما احنا ده بيكون شويه الفلاح شويه يعني ممكن اقول يعني شديد او في هذا الموضوع. صحيح صحيح. هذا الشخص يعني زوجته للاسف الشديد انه كان في بنات معاها في، وهذه قصه حقيقيه الله شاهد علي اقولها مثل ما انا اعلمها، يعني شخص قريب مني. زوجته في بنات كانوا معاها في الفصل اللي يدرسوا فيها. إيش تبي في زوجك؟ زوجك هذا مش مضبوط، هذا شكله كيف، وحش شكله، قبيح هذا، مش عارف إيش. ومن هذا الكلام المرأة هذه راحت مع كلامهم. طبعا راحوا ضبطوا لها واحد ألماني. لا حول ولا قوة إلا بالله. تضبطت مع واحد، للأسف كلام يعني يجرح، وكلام يعني الواحد يعني مرات احنا نقول احنا نعرف ظلم الغرب لنا، ولكن خلينا في مرات يمكن منا فينا قاعد يحصل. وهذا استاذ مصطفى امانة يعني نحب نفتح الجروح لاننا بنحل المواضيع. هذه الانسانة انجرت الى الرذيلة والعياذ بالله مع هذا الشخص الالماني. طبعا صارت شوشرة وصارت مشاكل بينها وبين زوجها. اليوغمنت ما ادري شنو اسمه اللي في ألمانيا سحبوا العيال الخمسة. يا الله. سحبوهم سحبا مرة واحدة. الرجل هذا ايش حصل له؟ يعني حالته يرثى لها. انسحب منه عياله وزوجته راحت في الرذيلة، وهو من قرية يا دوب زوجته ما كانت تشوف تلفزيون حتى. تخيل من وين جاي. طبعا خلاص انتهى انتهى انتهى، ما قاعد يشوف عياله وزوجته في حالة رذيلة. الآن انتهى الموضوع؟ لا ما انتهى. إيش اللي حصل أستاذ مصطفى؟ بعد فترة أنت تعرف إحنا عندنا قبلية، أهل الزوجة يتصلون في الزوج يقول أنت وديت بنتنا إلى من أفغانستان إلى 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 ألمانيا حتى تخربها، تدخلها في الدعارة والعياذ بالله، والله لو رأيناك أنك ترجع إلى أفغانستان لقطعناك إيربا. تمام؟ المهم هو بعث بالتفاصيل انه هي اللي عملت كذا. المهم في النهايه هذاك الالماني تركها. استاذ مصطفى الالماني ترك المره هذيك. المره شافت لا زوج ولا اولاد، حتى هي ما تعرف وين اولادها، انجنت ودخلوها المستشفى الامراض العقليه. المراه الان هذه في مستشفى الامراض العقليه،
والأب المسكين هذاك في حالة يرثى لها اتدمرت العائلة والأولاد ذهبوا إلى غير رجع ولا يعلم عن أين هم وهم في أي مكان. أيضا حصل في ألمانيا وهم راحوا لاجئين زوج ابن بنت عمتي راح مع بنت عمتي هو زوجته بنته هناك شابة تعرفت على شاب عراقي ها ويخرج ويدخلوا مع بعض والرجل لا يقدر أن يفعل شيئا. أعوذ بالله صار ديوثا الرجل لا يقدر وهذا أيضا أنا شاهد عين على هذه القصتين قلت لكم وهذا من مساوئ أيضا حتى من أبناء جلدتنا نحن كمسلمين ممكن يعملوا هذه الأمور ولا نقدر أن نكبح جماحهم في الغرب. فاجلس في مكان اجلس في بلدك اجلس يا رجل الصلاة يا أخي الأذان نسمع في 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 في, في بلادنا والله تسوى كل أوروبا يا رجل. نعم صدقت جزاك الله خيرا أخي الكريم. الله يبارك فيك سيد مصطفى وعلى راسي وعزيز والي الله يحفظك حياك الله الله يبارك فيك الله يجزاك خير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.